ومن بعد السلام يا غناة الروح عن كل القرابة جاتك بيوتك ما وبل الغمام من سحايب خاطري لك يا سحابة أوصيك في 20 بيت بالتمام خبرتي وانت ترى فيك النجابة العمر يمضي ولا فيها كلام والسعيد اللي محضر له إجابة قبل وادعكم وعيني لا تنام ارتكز للحملة تكفى لا تهابة احفظ اخوانك وعيني وطاعتها لزام لزام جنتك والنار لا تلقى عذابك بعد راسي لأحد منهم يضام يا عمود البيت وانت بالنيابة خمسة فروض ووترك يا هما والصبر مفتاح لبلوغ المرام من صبر بين الأوطال الشقابة والحلم عزم يتعب انفوس نخمام والحماقة تضيع الواحد تهابة وعز نفسك عن كثيرين اللي أقام واللئيم يبان ياسر عن قلاب واحذر الأشرار ودروب الغرام مسلك شين وياتيك بكآبة صاحب الأخيار كما قال الإمام صحبة الأخيار ما فيها غيابة واكرم الضيفان وان جولك شمام من يكرم الضيفان يا ابني احتفابا الجرح حقه وعامله باحترام اكرمه وان غاب تحفظ له غيابا وعند ربعك خلك بعالي مقام ابذل المجهود ولا تقف الطلابة فلست تجلس مجالس المرام وان وقفت قف مواقف الثيابة وان خرجت اهرج وهرجك باحتشام زلتك يا ابني حز الله ولا تبدي الخصام التسامح طبع للمؤمن سمام واسأل الغفران ليوم الزحام يوم أبوك بما قف محدث